اليوم أكيد التغيرات المناخية وشح المياه قاعدة تأثر على الفلاح وبالأخص على منتجي الحليب وعلى مربي الأبقار الحلوب. اليوم ندرة المياه تخلي الفلاح التونسي ما ينوعش في الأعلاف متاعه ويعتمد فقط على الأعلاف المركبة. أكيد اليوم نعيشه في نقص كبير في الأعلاف الخضراء، هذا اللي أدى اللي أنه فما نقص في الإنتاج من خلال التأثيرات متاع التغيرات المناخية، ونقص في الإنتاج من خلال عدم معنى قدرة الفلاح على مجابهة الكلفة هذه. تعرفوا اليوم شح المياه وتغيرات المناخية عنصر أساسي معناها يأثر على الفلاح، هذا اللي يخلينا يلزم الدولة تعتني أكثر بالملف هذايا ونفتحوا ملف التغيرات المناخية ونقص الأمطار، وتعتني أيضا وزارة الفلاحة بالتعبة المائية وإضافة سدود جديدة أو إيجاد حلول واستراتيجية واضحة لخلق موارد مائية جديدة لكل الفلاحين. بغياب المياه والتغيرات المناخية أهم المنتجات الفلاحية هي الأعلاف. اليوم كما قلت لكم معناها تعتمد الأعلاف على كمية كبيرة من المياه، ولكن اليوم فما نقص كبير. كذلك الخضروات، قطاع الخضروات توقعاتنا داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه مش نفقد العديد من المنتوجات بالأخص في الصيفة القادمة، على غرار النقص في الطماطم، يمكن نقص في الفلفل، نقص في البطاطا. اليوم العديد من المناطق السقوية ومعناها مسكرة مغلقة نهائيا، هذا اللي مش يخلي المساحات تتقلص ويخلي اللي أنه العرض يمجم ينقص. اليوم يلزم استراتيجية واضحة للتعبة المائية من أجل تحقيق اكتفائنا الذاتي، ويلزم خارطة فلاحية جديدة تربط بالامتيازات الفلاحية تخلينا اللي أنه المناطق اللي فيها ماء يقع فيها انتاج معين، والمناطق اللي ما فيهاش ماء يلزم نشوف شنية الحلول البديلة. في نفس الوقت اليوم يلزم لأنه الإنتاج يعتمد على الفروريات، على الخضر الفروريات، يلزمنا نبتعدوا على إنتاج الكماليات اللي تتطلب ماء كبير، معنا كمية كبيرة من الماء.